وهلا والله. طيب جيت عند مشلان زي ما انتم شايفين السوسو بنغير لها الكفرات الخلفيه، لانه زي ما انتم عارفين في الفتره الاخيره صرت اعاني من كذا رجه خفيفه ونفس الوقت اسمع صوت ونه. فجيت كشفت عند الشباب قالوا انه دعسه الكفرات هنا فيها بطنه جافه. اللي بنسوي الان حنغير الكفرين الخلفيه اليمين واليسار، ونفس الوقت نسوي حركة الاكس. الكفرات الامامية بنحط ورا، بس كيف الطريقة؟ الكفر اللي هنا جهة السواق حنحط في الخلف جهة الراكب، وجهة الراكب الامامي حنحط هنا في الخلف. طيب هذه هي الشركة روديستون، كل سنة اغير طقم. شوفوا مواصفات الكفر، عندك هنا كفاءة الطاقة متوسط، التماسك في المياه very good. وعلى البركة كده ركبنا كفر جديد زي ما شايفين، نفس نقشة الوكالة وكل شيء. طبعا الان جالسين نعبي هواء النيتروجين هنا الجهاز. طيب الان جالسين نرصص ترصيص الكتروني. زي ما شايفين هذه الكفرات الخلفية، وفي نسبة رجة 25، فبنسوي له ترصيص الآن الكفر هذا والأمور تمام. وأهم شيء خليه ينفخ لكم الهواء على الكفرات كلها، لأن تعرف تجمع وصاخ وزي كذا هنا، فأفضل شيء ينفخ لكم هواء. طيب الخطوة التالية إنكم تسجلوا الكيلو، يعني مثلا السيارة كم ماشية الآن؟ 183,828، وتسجلوا التاريخ عشان لما تيجوا تغيروا الكفرات مرة ثانية تعرفوا الكفرات ماشية معاك تمام ولا في مشكلة، بتعرف يعني قديش الكفرات هذه خدمتك كم كيلو. الخطوة الأخيرة والمهمة إنك تسوي وزن للأذرعة وللمقصات كل شيء، عشان الكفرات بتعيش معاك أطول مدة، لان لو في حذفيه ولا شيء السيارات الكفرات بتتمسح معاك في مده قصيره، وكذا انت خسرت فلوسك على الفاضي. طيب شيكنا على الكمبيوتر تمام، الان قاعدين نظبط الوزن، كان في هنا شويه انحراف فالان جالسين يضبطون الوزنيه. طبعا بالنسبه لحركه الاكس انك تحط الكفرات الاماميه للخلف بس بشكل عكسي تمام، تسويه كل كم؟ كل 15؟ كل 15، كل 10,000، كل 20,000 زي كذا. طيب في شغله مهمه جدا، اللي حاب يعرف كفرات روديستون كم الضمان؟ ضمان سنه على العيوب المصنعيه. جميل جميل. طيب اكيد بتسالوني يا ابو نهال بكم ركبت الكفر مع التركيب مع ترصيص الكتروني مع هواء نيتروجين تمام، شامل كل شيء خلاص مركب جاهز ب 340 ريال، اصدار 2019. بحط لكم صوره الان زي ما هي موضحه معاكم، كل رقم بيدل على شيء، يعني مثلا الواي بيتحمل اعلى سرعه 300. شوفوا الشركه هذه مسوي حركه حلوه، كل الشركات اظن مو زي كذا صح؟ مو بعض الشركات كلها مستويات عاليه جدا صح؟ بعضها يجي بي اقل ما يتحمل حراره زياده، ايه هو اعلى شيء وAA كمان اعلى شيء في الثبات. فصراحة الكفرات انا مجربهم والامور تمام، يعني اهم شيء اي شيء تسوي في سيارتك خذ فاتورة، هنا حقك تضمن حقك بالفاتورة. هلا والله نهى. نهى ما تطالع علينا، المهم متجهين ان شاء الله لجدة دعواتكم. يا هلا والله. طيب انا الان في خط سفر تمام، الطريق هذا مرة مو نظيف، في ازعاج، لكن الحمد لله العزل ممتاز، الرساوة. طبعا الكفرات هذه انا مجربة من اول فما يحتاج اقول لكم، لكن اللي حاب يعرف عن روديستون ما شاء الله تبارك الله. غير كذا في كثيرين قالوا يا ابو نهال صوت الونة ممكن من الرومنبلي او شيء زي كذا، لا الحمد لله ابشركم لا في صوت ونة ولا في رجة ولا في اي اشكالية موجودة حاليا، كل شيء راحت مجرد اني ايش غيرت الكفرات والحمد لله.